النادي الاهلي كان لنا رؤيه الحقيقه الفتره اللي جايه ازاي نرتقي بامور كثيره جدا بالنسبه للنادي، وازاي يكون النادي الاهلي من بدايتها من ابوابه، ابواب النادي والاسوار والمباني اللي داخل النادي، ازاي يكون ليها شخصيه النادي الاهلي وازاي يتواجد فيها شخصيه النادي الاهلي، ازاي ان يكون هناك بعض المنشات لخدمه اعضاء النادي. اعضاء النادي النهارده احنا بنتكلم في تقريبا في 150 الف عضو، يعني حجم كبير جدا. النادي الاهلي وجوده في محافظه القاهره بيحملنا اشياء مهمه جدا، ان احنا دايما نكون في المقدمه مش بس رياضيا كمان انشائيا. وجود المحافظه معانا اعتقد ان هي بتدينا دافع كبير جدا جدا ان احنا اللي بنفكر فيه لخدمه اعضاء النادي. وكمان المهم كمان يكون تطوير يعني يسعد محافظه القاهره، واعتقد باذن الله اللي احنا هنقدمه النهارده كرؤيه لسياده المحافظ اعتقد ان ممكن يكون ليها مردود طيب ان شاء الله. وانا متاكد انا وكل زمايلي في مجلس الاداره وكل اعضاء النادي الاهلي او باسمهم جميعا ان احنا المحافظه دايما داعمه للنادي الاهلي، وده شيء ان شاء الله بيحسنا على الانطلاق وعلى النجاح باذن الله في كافه المجالات. بشكركم جدا وان شاء الله يعني نكون في تعاون مستمر، لان ده شيء بيسعدنا. والحقيقه احنا مش نقدر يعني نعمل حاجه بدون دعم المحافظه. يعني اشكركم.